التلاميذ، سنشتغل اليوم جميعا على تعرف التغيير الذي يطرأ على الاسم المضاف إلى ياء المتكلم من خلال هذا العنوان. أعزائي، أن نحقق الهدف المرجو من خلال هذا الدرس، ألا وهو تعرف المضاف إلى ياء المتكلم وتمييزه واستعماله استعمالا صحيحا. يقول المتحدث الصغير: في يوم العيد تبادلت مع صديق الزيارة، وفي الليل حضر رفيقايا ومرشدويا للسمر. إذن نختار من هذا النص الكلمات التالية: صديقي، رفيقاي، ومرشدوي. ما نوع هذه الكلمات؟ ما هي الخاصية المشتركة بينها؟ إنها عبارة عن أسماء معرفة بالإضافة. ماذا أضفنا لكل كلمة؟ هذا ما سنتعرف عليه انطلاقا من هذه. لاحظ بني هذه الكلمة، كلمة صديق. ما نوع الكلمة أبنائي؟ إنها اسم نكرة، والنكرة تدل على شيء غير معين ويكون منونا، وهنا حرك آخره بضمتين، كما أن هذا الاسم اسم صحيح الآخر. وكما نعرف أن الاسم الصحيح هو الذي ليس مقصورا ولا ممدودا ولا منقوصا. وإذا أضفنا إلى الكلمة ياء المتكلم تصبح كلمة صديق زائد ياء المتكلم صديقي. إذن نحذف التنوين فيكسر آخره، ويجوز في ياء السكون والفتح، فنقول صديقي وصديقية. إذن الاسم المفرد الصحيح إذا أضيف إلى ياء المتكلم كسر آخره. الآن إلى المثال الثاني. إذا تأملنا الكلمة رفيقان، ما نوع هذه الكلمة؟ إنها اسم مثنى نكرة يدل على اثنين أو اثنتين. كيف يثنى المثنى؟ يثنى المثنى بزيادة ألف ونون أو ياء ونون. ما نوع هذه الكلمة؟ إنها صحيح الآخر. وإذا أضفنا لها ياء المتكلم، ما هو التغيير الذي سيطرأ على الكلمة؟ لاحظوا معي: رفيقان زائد ياء المتكلم. إذا حولنا الكلمة إلى المعرفة وأضفنا لها ياء المتكلم، نحذف النون وتصبح الكلمة منتهية بياء مفتوحة وما قبلها ساكن. والآن ننتقل إلى المثال الثالث. ففي المثال الثالث كلمة مرشدون اسم نكرة، وهي تنتهي بواو ونون. معنى هذا أنها جمع مذكر السالم، وكما نعلم أن هذا الجمع إنه مرفوع. وإذا أضفنا له ياء المتكلم، ما هو التغيير الذي سيطرأ على الكلمة؟
إذا أضفنا ياء المتكلم سنحذف النون مثل المثنى ويصبح منهيا بساكن ألا وهو السكون فوق الواو، ونفتح حرف الياء، بالتالي نقول مرشدوية. إذن الخلاصة وهي: إذا كان المضاف إلى ياء المتكلم اسما مثنى كرفيقان، أو جمعا مذكر سالما كمرشدون، يجب فتح الياء وتسكين ما قبلها. مثال آخر: عصا. دقق النظر أبنائي في كلمة عصا، هذه الكلمة بما تنتهي؟ إنها تنتهي بألف. هل تتذكرون جيدا الاسم الذي ينتهي بألف وقبله فتحة كيف يسمى؟ إذن فعصا اسم مفرد مقصور. إذا أضيفت إلى ياء المتكلم ماذا سيقع؟ إذا أضيفت إلى ياء المتكلم سكنت ألفه وفتحت الياء، وبالتالي نحصل على كلمة عصايا. إذا كان الاسم المضاف إلى ياء المتكلم اسما مقصورا، يجب فتح الياء وتسكين ما قبلها. أعزائي التلاميذ، إذا تأملنا كلمة الراعي فهي اسم معرفة، وإذا حولناها إلى نكرة حذفنا الياء وعوضناه بتنوين الكسر. إذن لاحظوا معي هذه الكلمة، ما نوعها؟ إنها عبارة عن اسم مفرد منقوص. هل تتذكرون ما هو الاسم المنقوص؟ الاسم المنقوص هو الذي ينتهي بياء قبلها كسرة لازمة. ما هو التغيير الذي يطرأ على الكلمة إذا أضيفت إلى ياء المتكلم؟ إذا أضيف هذا الاسم إلى ياء المتكلم سكنت ياؤه وأدغمت في ياء المتكلم، ولما كان الساكن ياء وقع إدغام مع فتح مشدد للياء. إذن كلمة راعي زائد ياء المتكلم أصبحت كلمة راعية. إذا أضيف الاسم المنقوص إلى ياء المتكلم يجب فتح الياء وتسكين ما قبلها. إذا أضيفت الكلمات التي تعرفنا عليها إلى ياء المتكلم، ما هو التغيير الذي سيطرأ على الكلمة؟ إذن الاستنتاج هو: المضاف إلى ياء المتكلم إذا كان اسما مفردا صحيح الآخر يجوز في الياء السكون والفتح، أما إذا كان اسما مقصورا أو منقوصا أو مثنى أو جمع مذكر سالما يجب فتح الياء وتسكين ما قبلها. مثال: عصايا، راعية، معلماية، ومعلموية أيضا، ومعلمي. إلى التدريبات. إذا أضع خطا تحت الكلمات المضافة إلى ياء المتكلم. الجملة الأولى: أحب أمي. الثانية: سموت بأخلاقي. الثالثة: مقهاي مغلقة. الرابعة: منعت من زيارة أصدقائي. السؤال الثاني: أضيف الكلمات إلى ياء المتكلم، صديق، فتى، الهادي، أسرة. إذن أبنائي أفكر جيدا وبتأنٍ.
إذن والآن ننتقل إلى التصحيح. السؤال الأول، أضع خطا تحت الكلمات المضافة إلى ياء المتكلم. إذن لدينا كلمة أمي، أخلاقي، مقهاي، أصدقائي. السؤال الثاني فهو أضيف الكلمات إلى ياء المتكلم. صديق، اسم صحيح الآخر، أضفنا له ياء المتكلم، إذن نقول صديقي أو صديقي. فتى عبارة عن اسم ينتهي بألف فهو اسم مقصور، أضفنا له الياء فتصبح الكلمة فتايا. الهادي عبارة عن اسم منقوص، أضفنا له الياء، إذن فنقوم بإدغام الياء في الياء فنحصل على كلمة هادية. أخيرا كلمة أسرتان اسم مثنى، أضفنا له ياء المتكلم وقمنا بحذف النون وفتح الياء. إذن أتمنى أعزائي أن تكونوا قد استفدتم انطلاقا من هذا الدرس، وإلى لقاء قريب إن شاء الله. ولا تنسوا أن تقوموا بإنجاز التمارين التي طالبتكم بها خلال هذه العطلة.